طلبات تطوان جميله 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 يمرر هناك تغطيه بين جوج لاعبين او لا 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 قلت في المقابله قلت مع الدرجه في البدايه هاد الجزاء والكوفي بوا يمكن يخلبوا المقابله في اي لحظه وكانه بيسمعوني وكان بجيزه يسمعوني الروعه والشد وحلاوه كره القدم شوف كيف نزل ما بين بوخريس وما بين الرامي هنا لما قلت عيون طرف سبيتيوي بعين العارف ينتقي لعيب هنا ما يمكن لكم هذه الحركه وهذا الجهد التكنيك الا لعيب محترف عنده حيز تهديفي قلب المقابله هنا غيعطي واحد السيناريو اخر هنا شوف 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 هنا ما بين بوخريس وما بين رامي هنا ضعف مرقص بلوكس كره القدم ما كاينش زياده ركب كورتو جي جي جيزا يمنح الامتياز للنمر صفر يركن كورتو بشكل صحيح داخل مرمى الحارس حمزه حمودي 1-0 لهستيريا في الفراش الايسر حيث تتواجد تقريبا 4000 مناصر للماس فرحه كبيره بالتاكيد ما شاف هذا الملعب في تفاصيل العلميه الاف من مناصر الماس كره مسويه تمشي عند بوخريس يمر كره عرضيه تمشي عند ماتيا كره مسويه محاوله الاختراق مدينة مليمر تهاوى لوحده تهاوى لوحده تهاوى لوحده وحكم المقابله يقول ضربه جزاء حكم المقابله يقول ضربه جزاء حكم المقابله يقول ضربه جزاء يعني غنشاهدوا انا محايد انما غنشاهدوا هو المهدي بغى يخترق سلالوم تهاوى ساشاهد بالعرض بطيء لن اتسرع لن اتسرع حتى البوزيسيون فيه كان حكم جيد غتصعب عليه انه غادي نشاهدوا غنشاهدوا هنا هنا غيدخل هنا مشى على أين المشهد أمامكم قريب منه يوسف سكيتيوي بالفعل كان واحد احتكاك بسيط بالرجل إلى صفر حكم ضرب الجزاء على أين ضرب الجزاء لأولمبيك أسافي يقول حكم جيد كان احتكاك ما بين يوسف سكيتيوي والمهدي النملي دخل بواحد 30 سنتيمتر المعترك في الممر الأيسر من حيث تواجد يحيى الفيلالي ضرب الجزاء يمكن تقلب طول على المغرب الفاسي وتعاود المقابله من الصفر تعاود المقابله من الصفر ضربه جزاء المدينة النملي امال المناصرين وامال اقليم عبده باكمله تاريخ رياضي ديال فريق باكمله يعني يختزل في هذه التسديده امامه 11 متر امامه 11 متر وحارس يقيد يحيى الفيلالي ماذا سيقع هل سيتألق جيد يؤشر ينطلق الهستيريا في انصار فيراج الايمن الهستيريا هدف المدينة النملي يعيد المقابلة من نقطة صفر لا 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 أجواء رائعة أجواء مثيرة أجواء استثنائية هنا إلا ما قلت النجم في هذه المقابلة بالنسبة للأسفي هو الجمهور ماشي الفريق لأنه الفريق من هذا الشوط الأول يمكن نقول ما كانش في الفورمة الشوط الأول الشوط الثاني شفت فريق مسوي آخر إنما صدقوني بأنه هذا الحماس وهذا السسبنس باش يلعب فريق أولمبيك وراء الجمهور الكبير للأولمبيك أسفي تنافس الصعداء هشام دمعي والمناصرون والالاف من انصار فريق اولمبيك السافي اللي كيتابعوا المقابله في كل مكان من ضربه ثابته يرجع المدينه من المقابله نقطه الصفر واحد لواحد غنشاهدوا واحد 23 دقيقه خرافيه ما بين الماس ولوسيس كره فاسيه مشى لاعب جيزا يمر لعند يوسف سكيتيوي الحكم يعطي ضربه خطا شوب حارقه عشرات شوب أطخينة متطايرة من الفراش الأيمن حيث يتواجد أنصار فريق أولمبيك السافي واحد لواحد في مقابلة ستجرى الآن تحت الأضواء الكاشفة 96 مصباح عملاق يؤتت وينير فضاء هذا الملعب ثابتة يجيب بها الحل سنعين الحكم يعطي 9 الأمتار و15 سنتيمتر جيزة يستعد جيزة يتهيأ جيزة لا قلتها واكررها ثمانيه جيزه
طبخ جيزا، خان جيزا مرمى فريق الأولمبيك. جيزا يشعل فتيل المقابلة. لما نقول طارق سكيتيوي يران على جيزا وكيف بواغ، لما نقول قوة الماس في هالثنائي أنا أعرف ماذا أقول. قلب المقابلة، قلب الطاولة، قلب قراءة التاريخ. هو حالق الرأس ينتشي مزهو مسرور بهذا الذي فعله. الماس تقلب الطاولة على الأولمبيك. صحيح زيدا لم تكن قوية، إنما غلطت الحارس. يعني لست أدري كيف هي الفرحة وكيف هي الهستيريا لدى مناصر فرق المغرب الفاسي هنا بالعيون وبفاس وفي كل مدن المملكة حيث يتواجد الآلاف من المناصرين. ينطلق بطريقة المعودة المشهورة، يتحسس فروة رأسه وهو يسجل هذا الهدف الذي يزيل ذهبه.